وفي نفس الوقت بيرتد تاني وبيلمسه عند نقطة السقوط. يلا يا عبد الله قول لي ايه هو تعريف شعاع الضوء الساقط؟ نعم صح. ايه؟ هقول قول شعاع الضوء الساقط ايه؟ الشعاع الضوئي الذي يسقط على السطح العاكس يلمسه عند نقطة السقوط. طب انتوا فاهمين بتقولوا ايه ولا لا؟ ولا بتقولوا خلاص كده؟ يعني اللي مش فاهم حاجة يقول لي انا مش فاهم. فاهمين قصده ايه بشعاع الساقط؟ اهو اهو الشعاع اللي بيسقط من الضوء فوق اهو، ده شعاع ساقط نازل من الضوء اللي هو عندي ده، اللي هو الجهاز الضوئي ده، نازل منه شعاع ساقط وبيلامس السطح العاكس في نقطة بسميها نقطة السقوط. تمام. طيب ايه الشعاع الضوئي المنعكس بقى تعريفه؟ اهو الناحية التانية، ده الشعاع للناحية التانية، الشعاع الضوئي الذي يرتد عن السطح العاكس برضو يلامسه عند نقطة السقوط. ما هو برضو هما الاثنين، سواء الشعاع الساقط والشعاع العاكس، بيقابلوا سطح العاكس في نقطة، هذه النقطة اهي. يبقى الشعاع المنعكس هو الشعاع الضوئي الذي يرتد، هو منعكس فبيرتد، بيرتد عن مين؟ عن السطح العاكس، وفي نفس الوقت بيلامسه في نقطة اسمها نقطة السقوط برضه. يبقى ايه هو الشعاع الضوئي المنعكس يا عبد الله؟ هو الشعاع الضوئي الذي يرتد عن سطح العاكس يلمسه عند نقطة السقوط. وبيلمسه فعلا عن نقطة السقوط هو كمان. طيب ساعة لما قلت لكم ان في زاويتين، قسمت الزاوية الكبيرة خالص دي اللي عملتها زاوية السقوط وزاوية الانعكاس لزاويتين عن طريق حاجة اسمها العمود المقام. العمود المقام ده بيقسم لي الزاوية الكبيرة زاويتين، زاوية بسميها زاوية سقوط وزاوية بسميها زاوية انعكاس. زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس. بصوا بقى يا شباب، دي الزاوية اهي، دي الزاوية اللي سميتها زاوية السقوط. الزاوية دي هي بتبقى موجودة ما بين مين ومين؟ ها مين يقول لي زاوية السقوط موجودة ما بين مين ومين؟ العمود المقام والعمود الساقط. الشعاع الساقط. تمام. طب زاوية الانعكاس بتكون ما بين مين ومين يا عبد الله؟ يعني قصدي كمان من زاوية السقوط وزاوية الانعكاس. زاوية الانعكاس بتكون ما بين ايه وايه؟ في النص ما بين ايه وايه؟ محصورة ما بين ايه وايه؟ يا عبد الله سامعني؟ ايوه طب قول لي زاوية الانعكاس بتكون ما بين ايه وايه؟ دي زاوية الانعكاس اهي، هي دي ما بين ايه وايه؟ عندي ايه وايه؟ العمود المقام والشعاع الضوئي المنعكس. ده كل اللي انا عايزاه منك، اللي تقول لي زاوية الانعكاس هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام في نقطة اسمها نقطة السقوط على السطح العاكس. دول كلهم تعاريف لو سمحتوا لازم نعرفهم كويس جدا ونحفظهم بقى، فهمناهم هما موجودين فين بالظبط، فنحفظهم بمنتهى السهولة. لما يجي يقول لي ما معنى ان زاوية سقوط الشعاع الضوئي على سطح عاكس بالسالب 40، يبقى اكيد الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام على السطح العاكس بتساوي 40، يعني الزاوية دي بتساوي 40 اهي. الزاويه اللي هي دي بتساوي 40، معناها كده ان الزاويه ما بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقاوم بتساوي 40 درجه.
لما يقول ايه بقى معنى ان زاويه الانعكاس انعكاس شعاع ضوئي عن سطح عاكس بالتالي 35، يبقى هقول له اي ان الزاويه محصوره ما بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطه السقوط. هعرف بقى هعرف زاويه الانعكاس اللي هي بتساوي 35 درجه. طيب ندخل بسرعه على اللي بعده ويقول لي ايه هي قوانين الانعكاس. طيب بصوا يا شباب، دلوقتي نرجع كده للسبورة اللي أنا كنت عاملاها لك. دلوقتي أنا لما كلمتكم على إن في شعاع ضوئي ساقط وفي شعاع ضوئي منعكس وفي النص حاجة اسمها عمود مقام، مركزين معايا؟ أنا عايزة أطلع بقى قانونين الانعكاس. انا عندي قانونين بنسميهم قوانين الانعكاس. القانون الاول بيقول لي ايه؟ سهل قوي، بيقول لي مش انت جبت لي دلوقتي الزاويه الكبيره دي قسمتها لي اتنين صح عن طريق العمود المقام، صح ولا لا؟ ايوه ايه صح، هما الاتنين قسمتهم لزاويتين اسمهم ايه لا لا كسر سكوت. بالظبط؟ زاويه الانعكاس وزاويه السقوط. برافو عليك يا اسلام. هو بقى بيقول لي ان القانون الاول بيقول لي ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بس، زاويه الانعكاس بتساوي زاويه السقوط. يعني لو اداني زاويه الانعكاس ب 50 وقال لي هاتي زاويه السقوط، هقول له ان هي بكام؟ خمسين ب 50 برضه. لو قال لي ان هي ب 70 هقول له ان دي ب 70، لو قال لي دي ب 100 هقول له دي ب 100. بس خلاص ده الموضوع كله سهل قوي. يبقى أول قانون عندي في الانعكاس بيقول لي إن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، وهيعمل لي بقى نشاط كده ويقول لي هيحسبها لي بقى على ورقة بيضاء وعلى ورقة سوداء. سيبكم من كل ده، المهم إن تفهموا إن أنا عندي القانون الأول في قوانين الانعكاس بيقول لي إن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. في حاجة صعبة في الموضوع؟ لا لا طيب الحمد لله. يلا نشوف القانون التاني. دلوقتي انا عندي، خليني يعني اسيب لكم الزحمه دي كلها ونجيب سبوره تانية. بص انا عندي ده سطح عكس ودي وده كده شعاع ضوئي ساقط وده كده شعاع ضوئي منعكس. انتوا معايا؟ طيب وده كده عمود مقام، يبقى انا عندي ايه؟ السطح العاكس ده كده هسميه سطح ده سطح عكس زي المراية كده، حطيت لها شعاع ضوئي ساقط فانعكس الناحية التانية وارتد في اتجاه معاكس وبقى شعاع ضوئي منعكس، وبعدين قسمت الزاوية الكبيرة دي اللي ما بينهم وحطيت لهم عمود مقام. احنا قلنا من شوية دلوقتي حالا قايلين ان زاوية السقوط دي بتساوي زاوية الانعكاس دي، اهم دول الاتنين بيساووا بعض. طيب ده القانون الاول. امال ايه القانون التاني؟ دلوقتي انا لما جيت عملت العمود المقام اللي هو ده وعملت اللي عملته على السطح العاكس، مش عمل معايا 90 درجة كده؟ دي كانت 90 درجة صح؟ أنا بتكلم على الهندسة دلوقتي. دلوقتي لما أيوة. أجيب شعاع أو خط مستقيم وعملته عمودي على خط تاني أفقي، بيعمل كام درجة مع بعض؟ بيعملهم الاتنين كام درجة مع بعض؟ 90 درجة صح؟ وهكذا نفس الموضوع الناحية التانية بيعمل عندي برضه 90 درجة.
معنى كده لو قلت لك ان الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والسطح العاكس كلهم عموديين على بعض، هتعترض على حاجة؟ هيبقى في اعتراض عندك؟ عموديين؟ لا لا. يبقى لما اجي اقول لك القانون التاني بتاع الانعكاس، ان الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام كلهم عموديين على السطح العاكس، ده قانون تاني بس. صح. تاني اقول تاني اقول تاني يا عبد الله، دلوقتي انا عندي يا عبد الله اي خط مستقيم كده بعمله عمودي على خط افقي بيديني كام درجة؟ 90. 90. فساعتها بدي بقول عليها زاوية قائمة، صح؟ أيوه. طيب ده الموضوع، انا عندي شعاع ضوئي اللي هو ساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام كلهم عموديين على السطح العاكس بس، وده القانون التاني. يلا نشوف مع بعض الكتاب بيقول لي ايه. الكتاب جايب لي نشاط كده وبيقول لي حققي لي قانون الانعكاس وهاتي لي ورقة بيضاء واعملي لي مش عارفة ايه، سيبك من كل الكلام ده في الاخر، وبيقول لك احسب لي بقى بالمسطرة وبالمانجا بالبرجل وهيحسب لي اللي هو بالارقام بالظبط. بعد كده بيقول لي ان عندي قانونين الانعكاس، والقانون الاول بيقول لي ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، بس اهي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، ده اول قانون. اما التاني قانون بيقول لي ايه، الشعاع الضوئي الساقط اللي انا كنت رسماه كده باللون الاصفر تاني، والشعاع الضوئي المنعكس اللي هو الناحية التانية، وكمان العمود المقاوم اللي انا عملته من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جميعا في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس. يبقى عايز يقول لي ان 3 حاجات عمودين على السطح العاكس، الشعاع الضوئي الساقط اللي هو ده سوري هو عامله بالشقلوب، الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام اللي في النص ده كلهم عموديين، عاملين عمود كده او عاملين 90 درجة مع السطح العاكس، وده القانون التاني. صعب. شباب حد مش فاهم حاجة؟ طب قول لي كده في القانون التاني يا عبد الله، ايه اللي موجود في القانون التاني؟ القانون التاني عن الانعكاس بيقول لي ايه؟ شعاع الضوء الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام. كلهم مالهم؟ من نقطة سكوت على سطح تعاكس تقع جميعهم سهل في على مستوى نفسك، واحد. سهل على نفسك، تقع جميعها عمودي على سطح العكس وخلاص. طيب كده طلعنا من الرسمة اللي احنا رسمناها من أول الحصة دي 2 قوانين، القانون الأول الانعكاس والقانون التاني. القانون الأول بيقول زاوية السقوط بزاوية زاوية الانعكاس، والقانون التاني ان كلهم عمودين على بعض. من هنا بقى هناخد مسائل على الحاجات دي، فلازم نركز. ركزوا كده معايا، بيقول لي ماذا يحدث عند سقوط شعاع ضوئي عمودي على السطح العاكس؟ يعني لو انا عندي شعاع ضوئي خليته بدل ما هو مايل كده زي ما احنا متعودين، لا خليته ينزل عمودي كده بدل العمود المقام، انا عندي ده شعاع ضوئي نازل كده عمودي، هينعكس ازاي؟ احنا كنا واخدين ان الشعاع الضوئي المنعكس بميل بيسقط بميل بينعكس كمان بميل تاني زي ما هو، لكن لو لو هو اصلا سقط بخط مستقيم كده او عمودي هينعكس ازاي؟ ها هينعكس على نفسه يا شباب. طب ارسمها لكم عشان تفهموها على السبورة.
أهو عندي نفس الحوار بتاع كل مرة، عندي شعاع سوري الأول سطح عاكس، وعندي شعاع ساقط، بس المرة دي هخلي الشعاع الساقط عمودي أهو، ده كده بسميه شعاع ساقط. نزلت الشعاع الساقط عمودي على السطح العاكس، دي كده اتجاه السقوط بتاعه. هيطلع ازاي يا شباب؟ هينعكس ازاي؟ احنا عندنا لما بيكون الشعاع الضوئي الساقط بنزله كده بميل، بينعكس بميل برضو زيه، صح؟ ايوه تمام لو نزلت طبعا مرادي عمودي، لو نزلت مرادي عمودي هينعكس انت واقول عمودي برضو. ايه؟ اللي هيطلع بزاوية 90 درجة. ايوه، لما ينزل بزاوية 90 درجة هينعكس ساعتها على نفسه. بصوا كده هيبقى عامل ازاي؟ هينعكس على نفسه كده بالطريقة دي، فاهمين بينعكس على نفسه ليه؟ لأن أصلا زاوية السقوط احنا عارفينها ان هي بتساوي زاوية الانعكاس، وزاوية السقوط بصفر، هو منزلش بزاوية أصلا من القانون بتاعي ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. هو أصلا الشعاع الساقط نزل بزاوية ولا نزل عمودي؟ عمودي، فلازم اكيد زاوية الانعكاس برضو هتساوي صفر. هنا ساعتها هقول ايه؟ زاوية السقوط كانت بتساوي صفر، لان اصلا ما كانش في زاوية اساسا نزل بيها، ونزل عمودي، فاكيد هي كمان زاوية الانعكاس هتساوي صفر زيها، فهي كمان هتنعكس على نفسه. يبقى شعاع الضوء الساقط بيرتد منعكس على نفسه. تاني يا شباب، الشعاع الضوئي اللي نازل بزاوية 90 درجة، الشعاع الساقط اللي نازل قائم نازل عمودي على سطح العاكس، يحصل له ايه؟ هيرتد برضه، بس بيرتد على نفسه، لان انا كنت بتكلم ان الشعاع الضوئي الساقط اللي نازل بزاوية دي كده في زاوية هنا اهي، بينعكس بزاوية برضه، والزاويتين ساعتها بيساووا بعض. لكن لو انا عندي الشعاع اصلا نازل من غير زاوية، يبقى هينعكس بزاوية. لا يبقى ساعتها زاوية السقوط بتساوي كام؟ خمس 5. شكلي هضربك لا في اف عشان انا عندي ايه؟ يا عبد الله، ونازلة بشعاع على سطح عاكس بزاوية قائمة عمودي، ما عملتش زاوية أصلا، ها ساعتها هنعكس بزاوية أصلا؟ لا يبقى زاوية السقوط بتساوي صفر، مش معنى إن أنا عاملة كده يبقى 5. زاوية السقوط بتساوي صفر وزاوية الانعكاس بتساوي صفر، يبقى الشعاع الساقط النازل عمودي على السطح العاكس بينعكس على نفسه. فاهمين حاجة ولا؟ ايوه أهو بيقول لي ماذا يحدث؟ سقوط شعاع ضوئي عمودي على السطح العاكس، إيه اللي هيحصل؟ هيرتد على نفسه. ليه؟ لأن كل من زاويتي السقوط والانعكاس بتساوي صفر. يبقى شعاع الضوء الساقط بينزل عمودي على السطح العاكس، ساعتها يرتد على نفسه زي بالظبط الكورة. مش الكورة لما بضربها في الأرض كده بترتد على نفس الخط المستقيم ولا بتطلع بزاوية؟
لا تلسكوب. بتطلع على ايدك، نفس ايدك تطلع على نفس الخط المستقيم بتاعها. ليه؟ لان انت نزلتها عموديه على الارض، طلعت لك معاك برضو عمودي، طلعت لك ابتدت على نفسها تاني على نفس الخط اللي هي نزلت منه. تمام يا شباب؟ طيب، ما معنى ذوي السقوط شعاع ضوئي على سطح عاكس بتساوي صفر؟ معنى ذوي السقوط بتساوي صفر، يبقى انا عندي شعاع ارتد على نفسه، نزل عمودي على سطح عاكس وارتد على نفسه برضه. طيب، هنا بيقول لي مسائل زي ما قلت لكم في اداء ذاتي. يلا بينا، حل معايا يا عبد الله. تمام. بيقول لي يرتد شعاع الضوء السقط على نفسه اذا كانت، انت بيرتد شعاع السقط على نفسه إذا على نفسه، إذا يكون نازل على خط مستقيم. ايوه، انا واحد فيهم، انا الاجابه يعني الف ولا ب ولا ج ولا د. إيه دي أزمة؟ إيه يرتد هتبقى ها جيم؟ الزاوية بينه وبين سطح العاكس صفر، ها ايوه يعني الزاوية ما بين ده وده صفر. يعني انت عايز تقولي ان الزاوية ما بين السطح العاكس والعمود اللي نازل بخط مستقيم ده لا لا لا، بينعكس على نفسه لما تكون أنا زاويته بقصد بتكون صفر؟ لا أسمع، الزاوية أتبدل الزاوية بينه. بين بالظبط الزاوية بينه وما بين العمود المقام بتساوي صفر، يعني أكنه هو والعمود المقام واحد، ما العمود المقام نازل بخط مستقيم برضه نازل عمودي. يبقى الشعاع الساقط لما بيرتد على نفسه ساعتها أكنه هو هو والعمود المقام واحد، يعني الزاوية ما بينه وبين العمود المقام بتساوي صفر. فاهم حاجة يا إسلام؟ ايوه طيب حل معايا اللي بعده يا إسلام. اوجد قيمتي زاوية السقوط وزاوية الانعكاس في كل من الشكلين المقابلين. أولا زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي كام؟ هنا في الشكل واحد 45. 45، لأن هو عامل زاوية السقوط ب 45 يبقى أكيد زاوية الانعكاس ب 45 برضه. طب يلا يا عبد الله، الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والشعاع العاكس في الشكل اتنين، هو شايف الدنيا انه زاوية؟ الزاوية اللي تحت دي. أيوة. انا هجيب الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي العاكس اللي هي كلها على بعضها دي، هرسمها لكم عشان 30. طب هرسمها لكم عشان تفهم، مش 30، هو عايز الزاوية كلها على بعضها. ركزوا معايا في الحتة دي بعد إذنكم. دلوقتي انا عندي سطح عاكس اهو، وعندي شعاع ضوئي ساقط وشعاع ضوئي منعكس، وعندي عمود مقام. هو بيقول لي الزاوية دي كده، ركزوا معايا، بتساوي 20 درجة. هو عايزني اجيب الزاوية دي كلها على بعضها اللي هي الزاوية الحمراء دي، لأن هو بيقول لي الزاوية ما بين الشعاع الضوئي الساقط وشعاع الضوئي المنعكس على بعضها كلها، أجيبها إزاي؟ فكر معانا كده يا عبد الله. 48 طب قول لي حسبتها إزاي؟ أقول لك، بس هو عندنا هنا 20 نقصت 20 من 90 برافو، يبقى الزاوية دي طلع كام؟ لي 70، ضربت 70 في 2 طلع لي 140. برافو عليك، هو فعلا عمل كده يا عبد الله. انت عارف عمل ايه؟ تمام، فهمت. مش الزاوية دي كلها على بعضها، دي كلها على بعضها 90 درجة.
ايوه انا دلوقتي قال لي من 90 دول انا عندي 20، فطرحت ال 90 اللي هم 90 درجة على بعضهم اللي هم مجموع الزاوية كلها في قائمة الزاوية، لقيت 90 ناقص 20 اللي هو التهالي اداني 70. كده انا عرفت ايه ال 70 دي زاوية السقوط، وانا عارفة ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، فقلت 70 زائد 70 بتساوي 140. تمام. طيب اهو بيقول لي ان انا عندي الزاويه محصوره ما بين الشعاع الضوئي الساقط وشعاع الضوئي المنعكس اللي هي كام؟ 140 درجه. اذا زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي كام بقى يا عبد الله؟ زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي كام؟ يعني الزاويه دي كده بتساوي كام؟ هقول نفس ما هو قال، 30 ناقص 90 على 66، هي دي 30 ولا 20؟ انا مش 30. شايفاها، مش شايفاها كويس عشان الكتاب عندكم هو اللي شايف، مش شايفه كويس. 30، ما دام دي 30 يبقى دي 60 ودي 60، يبقى دي مش 140، دي 120. أيوة. تمام. يعني لو دي 20، لو الزاويه دي 20 يبقى دي 100 كلهم 140، لكن لو دي 30 يبقى دي كده 120، لان 60 و60 120، يبقى زاويه السكون بتساوي 60. بس احنا عندنا حصة، ايه؟ في حصة عندنا اه اتفضل. تمام خلاص، هبعت لكم الواجب على جروب الواجب بتاع التليجرام. تمام اتفضل.